اهلا بحضراتكم مره ثانيه، والفقره المميزه فقره الثلاث المميزه مع المتميز الناقد الرياضي عمر البنوبي. مرحب بك يا عمر، اهلا بيك. اهلا كابتن هاني، منتظرينك من كل ثلاث لثلاث يا عمر. ربنا يخليك كابتن هاني، ده شرف ليا طبعا ان انا اكون موجود. لا مشرفنا دايما عمر. وخلينا نتكلم قبل ما نتكلم طبعا على ملف كاس العالم للانديه واستعدادات النادي الاهلي وكواليس، واحنا في اجواء كمان كاس العالم للانديه خلال الفترة اللي جاية إن شاء الله. خليني بس أخد رأيك في القضية المهمة على الساحة الرياضية النهاردة بالنسبة لمنتخب الشباب، وعدم الاهتمام بهذا المنتخب في ظروف صعبة جدا جدا جدا، ويعني ضياع حلم أجيال. ويمكن تابعتنا واللعيبة قد إيه عندها إصرار إنها تكمل هذه البطولة. يعني كابتن هاني، في البداية أنا هاخد من كلام حضرتك إنه بعيدا عن كل اللي حصل، ليه حصلت الإصابات بالعدد ده أو غيره أو غيره أيا كانت الأسباب، لكن في النهاية احنا بنتكلم عن فرصة جيل في انه يتواجد ويكتسب خبرات ممكن تفرق معاه في مستقبله وفي مستقبل الكرة المصرية لمدة على الاقل 20 سنة جاية، انه الجيل ده بيطلع بيكمل على الجيل اللي قبله وبيجي وراه جيل كمان يكمل. انت هنا بتفقد جيل وميزة ولعيبة كويسة جدا ومجهود عظيم بذله الكابتن ربيع ياسين وجهازه الفني واتحاد الكورة واللعيبة واولياء امورهم كمان، ان هم يجهزوا منتخب يحاول انه يوجد لنفسه مكان على الساحه، انه يكتسب خبرات، انه يلعب في بطوله امم افريقيا، يعدي التصفيات، يلعب امم افريقيا في موريتانيا، بعد كده يلعب كاس عالم. اعتقد انه لعيب زي حضرتك لما بدات في سن صغير برضو، وبدات في منتخبات وطنيه ولعبت كاس عالم وغيره وغيره، الفرصه دي لو ما كانتش جت ما كانش هيبقى قاعدين كده. محمد صلاح والنني طلعوا احترفوا نفس الحكايه، يعني موضوع ان محمد صلاح يطلع ويعمل هذا الانجاز الكبير امم افريقيا شباب. تخيل انت جيل مثلا محمد صلاح ما كانش لاعب الاولمبياد، تخيل بالظبط، لا لاعب امم افريقيا شباب ولا تاهل ولا لاعب اولمبياد بالظبط، ولا لاعب كاس عالم كمان في 2000 في كولومبيا مع كابتن ضياء السيد. فاحنا بنتكلم زي ما حضرتك شفت كده، اللي بنستعيده في الذكريات دي انه لا، ده الجيل ده اشتغل مع كابتن مصطفى يونس، كابتن هاني رمزي، كابتن ربيع ياسين، اشتغل مع كابتن ضياء السيد، اشتغل مع مدربين اكتسبوه خبرات لانه كان ماشي في طريقه، بيشارك في كل المنافسات اللي بتقابله لدرجه انه وصل لاعلى درجه من درجات احتراف كره القدم بانه يلعب كمان اولمبياد. صحيح. ويحتك بنيمار ويحتك بمنتخب البرازيل ومنتخب اليابان، يعني اعتقد انه الجيل ده هيتظلم لو ما تمش معالجة الموضوع. أنا ما يهمنيش مين اللي هيعالج الموضوع، مين اللي هياخد اللقطة في الآخر، مين اللي هيبقى بطل، ده ما يهمنيش. يهمني إن اللعيبة دي تاخد فرصتها، يهمني إن هم يكونوا أولا في أحسن صحة وحال، وإن هم ياخدوا فرصتهم ويدافعوا عن مستقبلهم، إن هم عاوزين يبقوا لعيبة كويسة ويبقوا لعيبة دولية ويمثلوا مصر من بدري من سن صغير، يكتسبوا خبرات ويبقى لهم مستقبل. لكن ضياع مستقبلهم الكروي مأساة. والأهم ده